السلام عليكم. في سؤال بيقول طيب انا انشائي ومتعلم ريفت انشائي، لازم برضو اتعلم ريفت معماري او ام اي بي؟ انا هجاوب اجابتين للسؤال دوت، والاجابتين مش متعارضتين بس في فرق هقوله لما اقول في الاجابه الثانيه. الاجابه الاولانيه لا، بالشرط انت انشائي ومتعلم ريفت انشائي، مش لازم تتعلم ريفت معماري او ام اي بي. خليك في التخصص بتاعك وخلي بالك ان الريفت مش هو كل حاجه عندك. ممكن تكون انت عايز تعمل مثلا تسليح فتعمله على برنامج اخر، او تعلم ادنس، او هو عايز تعمل اناليسيس فتبدا تشوف ايه البرامج الاناليسيس سواء روبوت او ساب او فما تشتتش نفسك في حاجه مش مجالك. انت خليك في التخصص بتاعك، يعني ريفت الميكانيكا هتهتم بالميكانيكا مش هيساعدك في حاجه، زي ما هو مش هيخش في الانشائي يتعلم، ما تتدخلش انت برضو ايه في التخصص بتاعه او تحاول انت تتعلم التخصص بتاعه. وكذلك في ريفت المعماري هو عنده حاجات معينه مش لازم ندخل فيها، خلينا احنا ايه في الشغل بتاعنا كل واحد يركز في الشغل بتاعه وده احسن حاجه. انما اللي بيروح ياخد كورس في ريفت معماري وانشائي وام اي بي لو مركزش ممكن يضيع وممكن ينسى اصلا الانشائي، ممكن يتشتت. دي الاجابه الاولانيه. الاجابه الثانيه تختلف شويه، لان هو تحت فيديو اسمه السؤال تحت فيديو اسمه كيف اصبح بيم مانجر او بيم كوردينيتور، فممكن هو بيتكلم على الجزئيه دي ان انا عايز ابقى بيم كوردينيتور او بيم مانجر، فلازم ابقى عارف الريفت المعماري او الريفت الام اي بي. لا مش شرط، تمام. انت ممكن خلاص انت بين كوردينيتور ومسؤول ان انت توجه الناس، ان انت تقول والله انت حرك، مش هتروح تحرك كل حاجه بايديك. البين مانجر اللي عايز يحط نفسه في كل حاجه، او بين كوردينيتور عايز يحط نفسه في كل حاجه، هيتشتت. المفروض ان هو بيركز ومع ناس، والناس دول بيقول لهم اعملوا كذا وبيبدا يتابع معاهم. انما ان انا اخش بقى في البيم في الريفت الانشائي والمعماري والام اي بي والحاجات دي كلها، ده بتشتت. لكن انت المفروض ان انت عندك القدره ان لما حد يقف قدامه حاجه تساعده. ممكن الحاجه دي انا مش عارفها لكن اقول له ايه طب كمل وانا ادور على النت واشوفها، ممكن اقعد معايا يعني تعالى ندخل احنا الاثنين على النت ونبص عليها ونحاول ان احنا نلاقي حل. ممكن هو عنده حاجه في الكهرباء وانا ما فهمش في الكهرباء، لكن ممكن نقعد نساعد مع بعض. اقول له ايه طب خلاص كمل انت التاسك اللي انا مديها لك او المهمه اللي انا قايل لك عليها وانا هدور واجيب لك النتيجه. وضحت الفكره؟ يعني ممكن البيم مانجر مستحيل يكون عارف كل حاجه، لكن عنده قدره ان لما حد يساله سؤال ممكن يوجهه يقول له تلاقي الحاجه دي فين، او اسال فلان، او تعال ندور، او خد الكتاب دوت. يعني ايه؟ هو انا موجود عشان احل المشاكل سواء بيم كوردينيتور او بيم مانجر. المهمه بتاعتهم ان ما فيش حد يعطل، ما فيش مشكله موجوده، هي دي المهمه الاساسيه اللي لازم ان احنا كلنا نركز عليها. انا وجودي مش ان انا اعمل لكم مشاكل، انا وجودي ان انا احل لكم المشاكل. انت في حاجه واقفه قدامك طب كمل وانا هجي احل لك المشكله دي. في فاميلي ناقصه، لا اما انا اعمل لك الفاميلي، لا اما اشتريها لك، لا اما انزلها لك، لا اما اقول لك ازاي تعملها وهكذا. وحتى لو انا عرفت احلها لازم اقعد معاك واشرح لك بتعمل ازاي عشان مش كل شويه تسالني، تمام. انا شفت ناس كانت بتعمل كده، كان يقول لك ايه طب عد لي دول كده وهات لي كذا كذا، هات لي المساحات، ويخش لوحده كده في اوضه ويقفل على نفس الباب ويوجد حل ويقول له خد اكتب الارقام دي من غير ما اشرح له جت ازاي ولا عملت ازاي ولا الحاجات دي. لا، انت المفروض تتعاون مع الناس وتشرح لهم عشان هم يشيلوا عنك شغل وتركز انت على الحاجات الاداريه اللي فوق. فالاجابه ان انت مع الوقت هتعرف بعض الحاجات اوتوماتيك من خلال مثلا في البين كوردينيتور حد يسالك سؤال، طب هو عايز يعمل فتحه طب يعملها ازاي، طب قدر الملف ده لينك، نبدا بقى ندور نشوف الحاجات اللي بتظهر قدامنا دي ان احنا بنحلها ازاي. انما مش مطلوب مني مثلا ان انا لا بعرف دي وبعرف دي وبعرف دي، بالعكس ممكن اكون البيم مانجر على قسم والقسم مش بيشتغل بسوفت وير مش عارف، عادي جدا خالص. المهم لما تحصل مشكله نقعد نتناقش ونتفاهم كده في جو حلو كده هادي من غير ما حد يشتم ولا بتاع ولا يضرب، نقعد كده والله دي طب تيجي ازاي، طب تعالى ندور، طب ممكن نعمل كذا، طب ممكن نشوف كذا، ونبدا نحل الموضوع. لو حد عنده رأي أفضل يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات عشان نستفاد.